عقد المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع جلسة ناقش فيها مضمون التقرير عن 4 حلقات تلفزيونية مختلفة لأربع مؤسسات إعلامية مرئية، تلقى مراجعات بشأن مضمونها من هيئات أهلية ومدنية ودينية، على حد قول رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ الذي اعتبر الحلقات الأربع عينات للدراسات ولتوجيه رسالة تحذيرية إلى جميع المؤسسات المرئية والمسموعة حول مضمون المخالفات. محفوظ أكد أن التمادي فيما أسماه مخالفات جسيمة سيطعن بأهلية المؤسسة الإعلامية حيال تجديد ترخيصها. استعرضنا الحلقات الأربع، منها حلقة برنامج بالخط العريض التي بثتها المؤسسة اللبنانية لإرسال بي 2، برنامج لول على قناة أو تي في 3، برنامج سيرة وانفتحت التي بثت على شاشة المستقبل 4، حلقة برنامج بموضوعية بثته قناة ام تي في. وعند الكلام عن هذه المؤسسات الأربع فهذا الكلام مسحوب على كل المؤسسات. نحن نعلم بأن الإعلام المرئي والمسموع في لبنان قد تراجع كثيرا إزاء الإعلام العربي، ومن هنا نشدد على أن الالتزام بالموضوعية والأمانة الصحفية هو المدخل لاستعادة الإعلام اللبناني من زواريب الطوائفية ومن اللجوء أحيانا إلى الشطط في المسائل الأخلاقية. هذا وأكد رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع أن اختيار المؤسسات الإعلامية الأربع لم يكن مقصودا من قبل المجلس الوطني للإعلام، مشددا على أنها مجرد نماذج.